أنا المواطن إبراهيم حمود النجار. القصة كلها من الدم والأسرة 24 مطر وقاعد بطعم من العيش من هنا من هنا من هنا توزق الشحن من هنا وبطنيات ما عنديش وغاز ما عنديش كل هالدار كل مهدم كل عزيقه عندي واحد معوض هيو وهذا ابوه معاه صفقه معاه ضاغط ابوه هذا عندي هذا الولد هذا عندي صار معاهم حادث وهيو انا بطعم فيه مكسر كله مكسر هذا والله طلع بين الساعة واحدة في ابن هاي طلع الساعة واحدة طلع فوق حط زيقه ويش عندنا أصوات مستجعة تسعة انفار قعدت في غرفة حمام المطبخ وانا جيب وانا مع الشيك الحرب هي دمر مقبضتك ولا حاجة الحرب دمار تسعة انا هدت كل هيتها من الحرب وبنيتها مع الشبابيك هي ولا حاجة ولا شباك ولا باب عندي في غرفتي ولا حمام فيها مية ولا عنده مية ساخن ولا أطفال ومش روحت ودي ولدك اللي على المستشفى رحت مشي اقسم بالله على روبي مشي وصلت لروبي أودي الواد ما يعيش ولا شيء يجيب علاجه حتى لا يعيش ولا شيء كتفه طاع عليه حجر من الريح في الليل وخلع كتفه بدا الدكتور علاج الرياح قلت له والله ما بقى علاج دق وبره قال له خذ سجيني قلت له معيش وروحت ولا روحي حتى هنا ماشي من الجامعه الاسلاميه تراو دايب بدهم مني 600 شيكل معيش ادفع لهم معيش اجيب لهم عده اقسم بالله شفت انتتهم انا هذول جاي مقطعات هنا بلاتين كله 45 سم وهنا 45 سم وهنا 45 وهنا 45 كله اجت بلاتين والله 28 مليون دكان بدل مني انا راح اجيب لهم اجيب مسني قلت له روح على الشرطه هي بدي اسوي بطلب انا تكتب اشتغل فيه يا اولادي ارتب اولادي اعيش عليها وشويه كنا والروضه الطريقه تساعدون عليها لا اعطيني اي واحد يساعدني بحاجه تكتب اي شيء والله ما انا حق النيل نجيبه